للمتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور توفيق شومان الكاتب والباحث السياسي. دكتور توفيق أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هذا التصعيد العسكري الأخير على هذه الجبهة كيف يقرأ؟ هل ما زلنا في قواعد الاشتباك الروتينية من باب التوازن ما بين الخطوة الإسرائيلية والرد اللبناني أو العكس، أم أن هناك أبعادا أخرى بالنظر إلى زيارة أموس هيكلشتاين إلى المنطقة من جهة واعتزام الكابينت ربما الذهاب إلى عمل عسكري يعيد سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم؟ تحياتي إليك ولكل المشاهدين. لا، هو نحن ضد يعني تحت معادلات معينة وقواعد معينة، إنما مع ارتفاع رقعة النار. يعني هناك ثلاث قواعد أرفتها المقاومة اللبنانية منذ 8 من تشرين بأول أكتوبر الماضي. القاعدة الأولى أو المعادلة الأولى العمق مقابل العمق. يعني كلما اعتدى الإسرائيليون على مناطق لبنانية أعمق جغرافيا يكون الرد من المقاومة اللبنانية بمزيد من العمق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولو لاحظنا البيانات التي تصدر عن حزب الله يوميا تقريبا، هناك مستوطنات جديدة تدخل في دائرة مرمى نار المقاومة بصورة شبه يومية. تحدثت عن المعادلة الأولى. المعادلة الثانية، كلما قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الدقاع اللبناني تقصف المقاومة اللبنانية منطقة الجولان السوري المحتلة، والمقصود المواقع العسكرية الإسرائيلية. هناك مواقع وتكنات بدون شك أبراج مراقبة يتم قصفها، يعني معادلة البقاع مقابل الجولان. أما المعادلة الثالثة فهي التصعيد مقابل التصعيد. يعني هذه المعادلات أصبحت واضحة على ما أظن، لكن الذي حدث باليومين الماضيين ويعني كما جاء في الخبر أيضا، يعني استهداف منزل هو حقيقة ليس قاعدة عسكرية أو موقعا عسكريا لحزب الله كما جاء في البيان الإسرائيلي، هو موقع هو بيت 12 جريح وقع بينهم سوريون يعني، ولكن أحد الجرحى حالته حرجة، بس في 3 أو 4 سوريون أعتقد يعني موجودون في هذا البيت زائد أيضا سكان لبنانيون. الذي حدث في اليومين الماضيين أن منطقة النبطية تعرضت لثلاث هجمات، يعني في كفر رمان حيث ورد في الخبر، وفي منطقة أيضا تدعى زبدين على أطراف بلدة النبطية، ومنطقة أخرى تدعى أيضا كفر جوز أيضا في هذه المنطقة. هذا واضح تماما توسيع لرقعة النار. قبل قليل صدر بيان أيضا من المقاومة اللبنانية تقول بأنه تم استهداف أيضا مستوطنة جديدة لم تكن ضمن رقعة النار السابقة. ومرة أخرى تكريس معادلة جديدة، كلما قصف الإسرائيليون بلدة جديدة أو مارس اعتداء معينا على الجنوب اللبناني أو حتى على البقاع، بالمقابل هناك مستوطنة أيضا قبالة البلدة اللبنانية التي تتعرض للاحتلال. لكن واضح تماما بأنه نحن أمام منحى تصاعدي واضح جدا، ازدياد برقعة النار بالجغرافيا، وأعود وأكرر العمق مقابل العمق، ومستوطنة بلدة مقابل مستوطنة أو مستوطنة مقابل بلدة. طيب واشنطن ترسل مبعوثها إلى تل أبيب عموس هيكلشتاين، سيقابل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، والهدف هو خفض التصعيد وحث تل أبيب أو حث إسرائيل لخفض التصعيد في هذه المنطقة مع حزب الله. ما الجديد الذي يمكن أن يأتي بها هيكلشتاين الذي أتى كثيرا إلى المنطقة وفي كل مرة يغادر دون تحقيق أي شيء؟ يعني لا شيء حقيقة، يعني هو بالأصل ليس وسيطا لوقف إطلاق النار. يعني لو جاء أنتوني بلينكين كان ممكن يعني يكون هناك احتمال معين، أو لو جاء وزير الدفاع يعني، بس هو هيكلشتاين يعني هو موكل بالمفاوضات حول تثبيت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولذلك هو يعمل على تشكيل إطار ما أو أرضية ما لتفاوض قد يحدث بعد وقف إطلاق النار أو بعد وقف الإطلاق بعد وقف العدوان على غزة. هو يهيئ الأجواء إلى ما بعد وقف إطلاق النار. للمناسبة أيضا لم يعرف لغاية الآن إذا كان هيكلشتاين سوف يزور بيروت أم لا، بحسب معلوماتي بأنه لم يتم تحديد أي موعد رسمي له مع أي مرجعية سياسية لبنانية. ولكن كان هناك طرح يعني قبل مجيء هيكلشتاين، هو على أي حال سوف يأتي يوم الاثنين،
قبل يعني قبل ان ياتي او قبل الاعلان عن انه سوف ياتي الى تل ابيب، كان هناك خبر لافت في بعض وسائل الاعلام الغربيه تحديدا الامريكيه عن تبادل اراضي لبنانيه مع اسرائيل، وهذا طبعا لا يمكن ان يوافق عليه لبنان الرسمي ولا توافق عليه المقاومه ايضا. لكن يعني حتى انهي ولا اطيل، اقول بان مهمه هوكشتاين مقتصره على تهيئه مناخات ما بعد وقف اطلاق النار، وبالتالي ايجاد صيغه تفاوضيه متوافق عليها سلفا بين لبنان وبين اسرائيل. اما وقف اطلاق النار او رسائل او افكار فاعتقد هي موكله لغيره في الاداره الامريكيه. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت الدكتور توفيق شومان الكاتب والباحث السياسي.